الاوبريشن كوست، اعطيك مثال، والاوفر هيدز للمترو تقريبا 900 مليون يبلغ، وهذا حصريا لكم فقط 900 مليون تقريبا سنويا، وندخل نحن من الاعلانات والتعرفه وكذا نصل لمبلغ في حدود بلس ماينس 750 مليون في هذا الحدود. فال 300 و 250 تدعم من الحكومه. هذا بالنسبه للمترو، هذا بالنسبه للاوبريشنز والاوفر بالنسبه للمترو. اما بالنسبه للترام نحن تونا بادين، وبيكون طبعا انا اتوقع ما بيقل عن 60 70 مليون الاوبريشن والاوفر هيد السنوي، ويمكن الدخل يصل، انا مع ارقام لا تاخذني بالضبط، لكن مجرد يعني حسابات هذه حاطينها في الوقت الحاضر، يمكن 40 50 مليون، فبيظل لازم يكون 30 40% دعم من الحكومه.